شاع بين الناس ترك الصلاة مع الأسف أو التهاون بالصلاة، وكثير منهم يهتم بالصيام لأنه الصيام يشوف أهله وأهل البيت والناس الصوم فهو يصوم معهم ويقصر في الصلاة. والصلاة كما أن الصوم ركن من أركان الإسلام، الصلاة أيضا ركن من أركان الإسلام، لكن الصلاة أهم، يعني أهم كل الفرائض والواجبات بعد الإيمان والشهادتين هو الصلاة. فلذلك يعني ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الشعيرة والفريضة الأساسية في ديانة المسلم، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين. نسأل الله العافية.